قلت لكم بالفلوق النهائي، نهائي كأس الأردن. اليوم آخر فلوق للفيصلي، مبسوط لأنه يتأكد 100% إنه رايحين نتوج بكأس الأردن، ومتضايق بنفس الوقت إني راح أشتاق لكم كلياتكم شباب المدرج، راح أشتاق لكم وراح نشوفكم السنة الجاية إن شاء الله بشهر 2 إذا الله أحيانا. الواحد ما بيعرف شو راح يصير فيه، يعني يمكن أصور يمكن ما أصور، يمكن ما أكون لساتني عايش. المهم ما راح أروح على المباراة بكلام الفيصلي، راح أروح بهاي البلوزة اللي إلها معي كثير ذكريات حلوة، يوتيوبر الفيصلي أسامة جهاد. قبل ما نبلش الفيديو يا جماعة بتمنى إنه كل واحد يحضر الفيديو يوقفه وينزل يكتب لي تحت في التعليقات أي نصيحة أو أي كلمة إلي، أي كلمة ليوتيوبر الفيصلي. بتمنى تكتبوا لي كلام حلو وشو أضفت إشي للمدرج الفيصلي إذا إني أضفت إشي، وشو أكثر إشي عجبكم في الفلوقات تعوني، وشو رسالة بتتمنوا لي إياها في الأيام القادمة. وبرضو كمان بتمنى كل شخص بحب يكمل معي لقدام عشان ما في مباريات وحب يشوف شو يومياتي، هاي اسمع على الانستغرام راح احط لكم اياه تحت، بتمنى تضيفوني على الانستغرام ويلا على الفلوق.
لا ان شاء الله ما توصل شوط انا اتوقعها هيك ان شاء الله ان شاء الله 2-1 ان شاء الله يا رب الشوط الثاني بنجيب كمان ان شاء الله ان شاء الله غير الزعيم يثبت انه بدون ما يثبت اصلا هذه البطوله مخذينها مثل احنا اصلا الزعيم يعني تاريخ ومثبت مو من 30 سنه ما اخذنا بطوله ما طلعنا على خلاص جاي تقارن حالك فينا يعني تاريخنا سابقنا اكيد يعني لسه سنين واحنا ناخذ بطولات الى 30 سنه وجاي تقارن حالك فينا الله انك صح يعني. وكلمه بلهجتكم وين ادك وين ادك عندك الله يسلمك هاي هاي من يوتيوب في العالم كله يسعد قلبك حبيبي خلاص يا خالد اشتراك وعلق يا يوتيوب
فيه نجيبنا الجول الثاني. الحمد لله رب العالمين اخوان، الحمد لله كاس في صلاه، كاس ايش؟ كاس خالص في صلاه، الحمد لله رب العالمين. Thank you.
شجع غير الفيصل انه مسكين 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 واسمع مالوش حظ طلع يا الله كاس ودوري الناس الثانيه بتعيط وجمهور برفع الراس ولاعيبه برفعوا الراس الله يسعد رب الفيصل يا اخوان اخوان الفيصلي ثم الفيصلي ثم ايش ثم انتهى ثم انتهى الحمد لله رب العالمين احنا مثل الفيصل وهيك بنكون وصلنا لنهايه فلوقنا لليوم اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب نشوفكم الموسم الجاي بشهر 2 ان شاء الله سلام